نادين، يعني عم نشوفك عم تواكبي الحراك اليوم، وشو فيك تقولي على الانتفاضة الشعبية الكبيرة؟ فيني أقول إنه أنا فخورة بكل شيء حققوها الناس، فخورة بالطريقة اللي عم يتعاطوا فيها، بالطريقة السلمية، بالذكاء اللي عم يتعاطوا فيه، فخورة بكل التنسيق اللي عم بيصير بين هالشباب، بكل مساحة نقاش عم تنخلق حتى الناس تفهم أكتر وتعرف حقوقها أكتر، وكل هالناس عارفة عن شو عم تحكي. ما بقى حاج، يعني هيدا الشيء ببرهن قديش نحنا كلبنانية عنا طاقات، ولبنان مثل ما صار هلأ، مثل ما هو شكله هلأ، مش لابق لهالناس، مش لابق لطاقات هالناس، مش لابق لهالفن اللي عم بيخلق، لهالذكاء بالتعاطي، للرقي بالتعاطي. بدنا بلد بليق فينا بس. يعني انت من امتين على الارض؟ من الاول، اول يوم نزلت. من اول ايه، شنو بعدين اقتنعتي دغري من اول يوم؟ لا لا، من اول يوم نزلت، من اول يوم عرفت انه هيدي المطالبات يعني محقة. ما فيك اللي بده يوقف مع الحق، ما في الا ما يكون مع مطالب هالناس. شو عم نطلب؟ يعني عم نطلب يكون عنا بلد مثل الخلق ماشي، عم نطلب نقدر نشتغل، نقدر نروح على الجامعه، نروح على المدارس، اولادنا ياكلوا. شو عم نطلب؟ طب بما انك مخرجه عالميه، فينا نقول شو الاخراج برايك لهالازمه اللي عم بمر فيها لبنان؟ كيف بتشوفي الاخراج الحل؟ بركة هيك بتنصحيهم شوي، بتعطيهم شوية افكار. لا لا، ما في اخراج، انا ما عندي الحل، ما في حل واحد. اكيد في حلول هيدي الازمة، ما يعني في حلول بدها تنطرح. وانا بس شو الحلول برأيك انت؟ شو الى اين، يعني شو الافق برأيك؟ انا عندي ايمان كبير انه الافق الا ما يكون ايجابي، لانه ما فيها نخسر شيء. شو بدنا نخسر بعد؟ ما عندنا شيء نخسره بقى. شو في يعني؟ البلد مش بلد، هيدا مش بلد بليق بهيدي الناس. فشو بدنا، شو عندنا نخسر؟ بخوفونا من الفراغ. اي منه ليش نحن عايشين بشو؟ ما شو في اكثر من هيدا الفراغ يلي عايشين فيه؟ يعني كل انسان محق ما بيقدر الا ما يكون واقف هيدي الوقفه، وما بيقدر الا ما يكون متضامن. بعرف انه صعبه، بعرف انه تسكير الطرقات شغله كتير صعبه، وانا اكيد هالناس متفهمين الوضع، بس اللي ما بيقدر لبنان هلا يرجع على مجراه الطبيعي، والدوره الاقتصاديه ترجع على مجراها الطبيعي، بنكون خسرنا كل شيء. يعني هيدا الشيء ما بيقدر يصير. هل ممكن نشوف مثلا يمكن فيلم جديد او فكره بلشت تتكون بالنسبه لهيدا الشيء؟ لان فعلا اللي عم نشوفه اليوم يمكن بتاريخ لبنان هيدا ما صار. كل حدا منهم مصدر واحد، كل شخص واقف على الطريق اليوم وكان عم يتظاهر من 12 يوم لهلا، كل واحد منهم مصدر الهام، كل واحد منهم بخبرك قصة مصدر الهام. ما بعرف شو حيطلع منا كل هالاشياء، اكيد بعدين مع الوقت ان شاء الله نكون بعد يعني انتصرنا. ما بعرف شو ممكن يطلع. لحد هلا برايك احلى فيلم اللي عم بيصير هو احلى فيلم. لحد هلا برايك نجحت هالثوره برايك بعد 12 يوم، او لحد هلا فشلت او نص نجاح بتحسيها؟ اكبر نجاح انا بلاقي اكبر نجاح للي عم بيصير هو هالتضامن اللي عم نشوفه بين الناس. لاول مره يمكن من كتير زمان منحس هيدا التضامن، هيدا التنسيق، وهيدا الطريقة الراقية بالتعامل والطريقة الذكية بالتعامل. بكفي قديش هالشباب وصبايا عم بيقدروا ينسقوا بين بعض، وعم بيكون عندهم طريقة كتير ذكية وحكيمة بالتعاطي مع الاشياء. اكيد بيصير في اشياء اوقات، اكيد بيصير في اشياء بتطلع من السيطرة، بس بالاجمال اللي عم بيصير معجزة. يعني هيدي امبارح السلسلة الناس اللي وقفت كلها، يلي تنظمت من قبل شباب وصبايا باربع ايام، هيدي كمان معجزة. هيدي صارت، كنا عم نقول لهم هي صارت باوروبا الشرقية بين ثلاث دول، لاتفيا، ليتوانيا، واستونيا، وقت الاتحاد السوفيتي ب 1990، وكانت ساهمت بشكل مباشر كمان بالوصول وبالتغيير. يعني قدي برأيك هيدا الشيء كمان مهم، وقدي كيف بتشوف الصورة يعني وقتها الإيدين بصور تشتبك مع طرابلس؟ في أحلى من هيك صورة؟ يعني هيدا هي صورة لبنان. يعني بارح بفتكر كلنا كان قلبنا عم بيرجف قد ما حاسين بهيدا اللحظة، وقد ما حاسين بهيدا التضامن، وقد ما حاسين بهيدا الأمل. وهيدا الأمل ما حدا رح يقدروا يسرقوا منا. يعني مشان هيك أنا حاسة أنا كتير إيجابية. ما بعرف إذا أنا شخص ساذج بالحياة، إن شاء الله هالإيجابية تنعكس، إن شاء الله هالإيجابية، لأنه إيه هالإيجابية شايفتها عند كتير ناس. بعرف إنه في كتير ناس عم بتشكك، حرام حرام يتشكك بشغل هالناس وبي
حسن نية هالناس، حرام تتسيس الأشياء وحرام يستهتروا فيها ويقولوا إنه هيدول ناس ممولين من السفرات. كيف توصفي هالحكي؟ هالحكي استهتار، هالحكي حتى يمكن يزعزع من 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 عزيمة الناس ويشكك كتير ناس. للأسف في كتير ناس رجعت شكت، بس حرام يعني، هيدا حرام إن الناس تشكك بتعب هالشباب والصبايا اللي مش عم بيناموا، تنسيق 24 ساعة 24 ناس. يعني عم نشوف فعلا هيدا الحراك اللي هو عم يكبر أكتر وأكتر. مبدئيا في رهان إنه يخف، هل انت رح تشوفي رح يخف رح يتراجع؟ ما رح يخف، رح يزيد. انت باقي على الارض، الرهان انه رح يزيد. انا بطمنهم اللي قاعدين بالسلطه ومسكين بكراسيهم، الرهان انا امراهنه انه الناس ما رح تتعب وما رح تخاف. في اكيد في شريحه من الناس خافت وانسحبت، بس الناس اللي على الارض ما حدا خايف وما حدا تعبان. وال يعني الامل بلبنان بيلبق فينا اكبر من اي تعب. هيدا الشيء اللي عم بيعطي كل هالناس كل هال. انا بامن، صرت هلا امن بالمعجزات والله مامنه، لانه لما تشوف التنسيق بيناتهم بين الناس، بين ثوره ما عندها قائد، كل هالناس كل واحد منهم قائد لهالثوره. على امل انه توصل الامور يعني للحلول المرجوه. نتشكرك نادين بك.